السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا. يلا بينا يا سنة رابعة ناخد مع بعض النهاردة نشاط رقم 11 ونتكلم عن تأثير الإنسان على البيئة. عمرنا فكرنا كده يا سنة رابعة، إزاي الإنسان ممكن يأثر على البيئة ويأثر على تكيف النباتات والحيوانات فيها؟ طيب عندنا هنا الإنسان ممكن يقوم ببعض الأنشطة اللي هي فعلا تؤثر على التكيفات الخاصة بالنباتات والحيوانات. طب تعالوا نشوف كده مع بعض ايه هي الأنشطة البشرية اللي ممكن تؤثر سلبا على ايه؟ على النظام البيئي. عندنا هنا بيقول لنا ان الكائنات الحية بتتكيف مع النظام البيئي اللي هي بتعيش فيه، فربنا سبحانه وتعالى بيخلق الكائنات الحية في كل بيئة ان هي تقدر تعيش فيها وتتأقلم معاها. طيب لو نفرض بقى ان الانسان ده يعني احدث تغيير في النظام البيئي او اثر سلبا على النظام البيئي، فهو ممكن يحصل ايه؟ تعالوا كده في البداية نشوف اصلا هو ايه هي الانشطة البشرية اللي ممكن تؤثر سلبا على النظام البيئي، وبعد كده نشوف ايه هو تأثيرها على البيئة فعلا، تأثير الانشطة البشرية دي على البيئة او على الحيوانات او على النباتات وعلى تكيفها. طب تعالوا نشوف كده الانسان ممكن يعمل ايه زي الانشطة البشرية دي، زي ايه؟ زي ان هو مثلا يبني مجتمعات عمرانية. يعني ايه يبني مجتمعات عمرانية؟ يعني يقلل الاراضي الزراعية. تمام كده، حلو قوي. يبقى هو يبدأ دايما اي اراضي زراعية بيلاقيها بيحاول ان هو يحولها الى اراضي مباني ويبني عليها بيوت وعمارات. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ ممكن يقطع الغابات ويجرف المراعي من اجل الزراعة، علشان هو بقى يقدر يزود الزراعة بتاعته، فيبدأ هنا يقطع الغابات ويجرف المراعي. طب ايه كمان؟ ممكن يدخل انواع جديدة من النباتات والحيوانات على البيئة، ان هو ما يستكفاش بالنباتات اللي عنده او الحيوانات الموجودة عنده في بيته، فيبدأ يدخل فيها انواع نباتات وحيوانات ايه جديدة. طب تعالوا نشوف مع بعض بقى كده يا سنة رابعة تأثير الانشطة البشرية دي على البيئة. ايه هو تأثير الانشطة البشرية دي على البيئة بقى؟ طب تعالوا نشوف هو ايه اللي ممكن يحصل بسبب الإنسان وبسبب تدخل الإنسان. ممكن تختفي أنواع أصلية من النباتات والحيوانات لعدة قرون، ممكن النباتات والحيوانات تقعد لعدة قرون كتيرة جدا مختفية بسبب إيه؟ بسبب تغير الإيه؟ النظام البيئي. طيب إيه كمان ممكن يحصل؟ ممكن يحصل تلوث للهواء. إزاي مش تلوث هواء؟ بسبب عوادم السيارات أو المصانع اللي إيه؟ اللي بتعمل بشكل غير صحيح. يعني ممكن عندنا هنا مصانع تطلع عوادم وتطلع دخان، تعمل ايه؟ تأثر على الهواء وتلوثه طالما هي شغالة بشكل غير صحيح، طبعا بالإضافة إلى عوادم السيارات. عندنا كمان ممكن ايه اللي يحصل للتربة؟ ممكن يحصل تلوث للتربة والمجاري المائية. بسبب ايه؟ بسبب السلوكيات السيئة اللي ممكن يعملها الإنسان، زي ان هو مثلا يلقي النفايات دي اللي هي يعني زي الزبالة كده، ان هو يلقيها في البحار والايه والانهار، وكمان ممكن يلقي فيها المواد الضاره في الايه في الميه. زي ما قلنا المواد الضاره دي زي ايه مثلا؟ زي بالظبط كده مخلفات المصانع ممكن يرموها في الميه، وممكن كمان الايه المبيدات اللي بيرشوا بيها النباتات، ممكن برضو الكيماويات والمبيدات دي يرموا بقيتها في الميه، صح كده؟ في تضر ايه؟ تضر بتلوث التربه والمجاري المائيه. عندنا كمان انتقال الحيوانات الى نظام بيئي اخر. يبقى ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن ان الحيوانات لو مش قادرة تتكيف مع النظام البيئي اللي الإنسان بوظه، خلاص إيه اللي هيحصل؟ هي هتنتقل لنظام بيئي تاني يلبي احتياجاتها ويساعدها على البقاء. يعني الحيوانات دي تمشي من المكان اللي هي موجودة فيه وتروح مكان تاني أو نظام بيئي تاني عشان تقدر تكمل حياتها. ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن هنا ايه ان بذور النباتات اصلا ما تطلعش، ما تنبتش، خلاص لن تنبت بذور النباتات الا في مكان مناسب لبقائها ونموها. يبقى في الحاله دي كده ان هو اثر على نمو بذور النباتات، فهي كده مش هتطلع غير فين؟ غير في مكان مناسب لبقائها تقدر تعيش فيه وتنمو فيه. طيب يا سنه رابعه تعالوا بقى يا سنه رابعه نشوف تاثير الانشطه البشريه على حياه الانسان. الانشطه البشريه الخاطئه ممكن تعمل ايه في حياه الانسان؟ احنا لسه متكلمين على ايه؟ لسه متكلمين على تأثير الأنشطة البشرية على البيئة. ممكن بقى الأنشطة البشرية السلبية دي ممكن تعمل إيه في حياة الإنسان؟ فبيقول لنا هنا ممكن تعمل أربع حاجات يا سنة رابعة. إيه هما؟ هنقول هنا الآثار السلبية لتلوث الماء والهواء على الإنسان. إحنا قلنا الأنشطة البشرية السلبية اللي ممكن تحصل تلوث الماء أو الهواء، صح؟ طيب تلوث الماء والهواء ده
ممكن يأثر على الإنسان إزاي بقى سنة رابعة؟ ممكن يأثر على الإنسان في 4 حاجات. أول حاجة عدم نمو المحاصيل الزراعية، المحاصيل الزراعية مش هتنمو بشكل طبيعي. إيه كمان؟ صعوبة الحصول على المياه النظيفة، مش هيبقى فيه مياه نظيفة أصلا عشان نقدر نحصل عليها. طيب إيه كمان؟ صعوبة التنفس بسبب الأدخنة، الأدخنة هتكون كتير جدا وفي تلوث، فهيبقى فيه صعوبة في التنفس، وكمان إيه؟ هتزداد الأمراض التنفسية. طيب زي ما احنا لسه بنقول كده يا سنة رابعة، إن بسبب الأدخنة هيبقى فيه صعوبة في التنفس. طيب فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ فبالتالي هتزداد الإصابة بالأمراض الإيه؟ بالأمراض الصدرية وأمراض القلب. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا 4 حاجات: عدم نمو المحاصيل الزراعية، صعوبة الحصول على المياه النظيفة، صعوبة التنفس بسبب الأدخنة، الإصابة بالأمراض الصدرية وأمراض الإيه؟ القلب. طيب يا سنة رابعة، انتوا عارفين ان بعض البشر بتضطر ان هي تغير اسلوب حياتها بسبب انتشار تلوث الهواء ده؟ ازاي يعني يا ميس؟ زي مثلا ان هي ممكن تنتقل ان هي تعيش في مناطق تانية اقل تلوثا، عشان التعرض لتلوث الهواء ده على فترات طويلة، لو فضلت تتعرض لتلوث الهواء لفترة طويلة ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لها ضرر في الرئتين، وهيحصل لها طبعا امراض ايه؟ امراض الصدر والقلب. فبالتالي هم بيحموا نفسهم بان هم يبعدوا خالص عن المنطقة دي ويروحوا يعيشوا في منطقة تانية. زي مثلا لو أسرة ساكنة جنب مصنع، والمصنع ده بيطلع أدخنة وبيطلع عوادم وكده، طيب ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ الأسرة في الحالة دي قدامها خيارين: يا اما ان هي تفضل ساكنة في المكان اللي هي فيه وتفضل تتعرض للأدخنة دي لفترة طويلة، وبالتالي هتصاب بالأمراض الصدرية والقلبية، يا اما ان هي هتنقل نفسها وتبعد عن المنطقة دي خالص وتروح تسكن في منطقة تانية، وغالبا ده اللي بيحصل علشان الناس تحمي نفسها. طيب تعالوا بقى نشوف هنا، هل الإنسان ملوش دور في كل اللي بيحصل ده؟ لا طبعا، الإنسان ليه دور، ودور كبير كمان. فدور الإنسان في استعادة النظام البيئي لطبيعته الأصلية مهم جدا. طب هو ممكن يعمل ده ازاي؟ ممكن ان هو يبدأ يعيد زراعة الغابات التي أزيلت، الغابات اللي هو كان سبب في إزالتها ممكن هو يرجع يزرعها تاني، يبقى يمكن إعادة زراعة الغابات التي أزيلت. ممكن يعمل ايه كمان الإنسان؟ ممكن يتخلص من العوامل الملوثة للهواء والمية، زي مثلا ان هو يبدا يشغل المصانع بشكل صحيح، ويبدا ان هو الادخنه دي ما تطلعش بشكل مضر. طيب ايه ممكن كمان يعمله؟ ممكن يحافظ على النباتات والحيوانات الاصليه بان هو يحطها في محميه طبيعيه مثلا، وايه ويحافظ عليها من ايه؟ من التلوث، ويحافظ على نظامها البيئي بشكل ايه؟ صحيح، عشان تفضل على قيد الحياه. يبقى احنا قلنا هنا الانسان ليه دور ايه؟ دور كبير جدا في 3 حاجات: ان هو ممكن يعيد زراعه الغابات التي ازيلت، ممكن يتخلص من العوامل الملوثه للهواء والماء، وممكن يحافظ على النباتات والحيوانات الايه؟ الاصليه. وبكده يا سنه رابعه نكون خلصنا مع بعض النهارده نشاط 11. استنوني ان شاء الله في الانشطه الجايه عشان نكمل منهج العلوم مع بعض. كانت معكم ميس هدير بهنسي من قناه بديل الدرس.